مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلى الاوريو، جدا سهلة وسريعة وكتير طيبة. عنا كوب حليب، علبة قشطة، ملعقتين صغار نشا مليانين، ملعقتين صغار سكر، بسكويت الاوريو، 60 ملي حليب، ملعقة صغيرة زبدة، 100 جرام شوكولا خام. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، هنحط الحليب، نشا، سكر، بنحركهم مع بعض على الغاز. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل، هلا منحط فوق القشطة، حط القشطة، بحركن مع بعض اكيد. بس حطيت القشطة، بعد ما حركتهم هلأ لنكفي الطريقة. حط بسكويت الأوريو بالصينية بهيدا الشكل، كمان حط الخلطة اللي عملناها. طريقة كتير سهلة وسريعة، ما بتاخد 10 دقايق بالتحضير. هلا لنعمل طبقة الشوكولا، بحطها شوي بالبراد منكون جهزنا طبقة الشوكولا. حط الزبدة والحليب فوق الشوكولا، وبدوبهم بالميكروويف. بعد ما سخنتهم منيح حوالي دقيقة بالميكروويف، هلا بدنا نخلطهم مع بعض. انتهينا من التخليط، هلا بدي احطهم على الوجه، بوزعهم بهيدا الشكل. هلا بحطهم بالبراد اقل شي حوالي ساعة. هدي حلو الاوريو بعد ما حطيتها بالبراد ساعة. هلا بدنا نزينها مع بعض، زيني اكيد حسب الرغبة. هدي حلو الاوريو اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.